السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة الحسد والعين. الحسد والعين. طيب انتوا فاكرين لما صورت البطة والحمامة عايزة تأكل البطة لما الزغاليل طلعت زغاليل وكانت بتزغط الزغاليل وعايزة تأكل البطة، وعملت فيديو مباشر من بعدها وانا بعالج الحمام. الحمام مات، نص الحمام طبعا، يعني الحمد لله على كل شيء. لكن هو كان في حد قال لي، كتب لي تعليق ان هو لما شاف الزغاليل وشاف ان الحمام بيطلع بط، ويعني قال لي يعني الدنيا كويسة قوي، ما شافش حاجة يعني قال ان هو ما استفادش اي حاجة السنة دي، ما طلعش عنده اي زغاليل وما استفادش اي حاجة. فطبعا هو شاف هنا وقارن بعنده، شوف الشغل اللي انا بعمله قد ايه، ومع ذلك العين رشقت يعني الحمد لله. شايفين الشغل؟ انا من يومها ما بطلتش علاج، وكل يوم ارمي حمام وزغاليل صغيرة ومن كل الاعمار يعني الحمد لله. هنشوف كده زغلول، الزغاليل اللي لسه كمان حتى شايفين، كل يوم لازم ارمي حمام كبير، زغاليل، اي حاجة، اي حجم، وهكذا يعني. طيب هو انا كان الحلقة بدأت في البداية بعطس او بكحة، مرض تنفسي يعني في البداية، اللي بدأت مرض تنفسي بعد على طول ما صورت الفيديو المباشر اللي هو الزغليل وهي بتتزغط والبطة اللي فقست تحت الحمام. طيب طبعا بدأنا يومها بالبلوموكس ده والكولوفيت. طبعا انا اتأخرت كتير جدا على بال ما عملت الفيديو ده، لاني ما كانش ليا نفس بصراحة ان انا اعمل فيديوهات تاني، لكن انا قلت افضفض معاكم شوية. طبعا لما اديت الدواء ده وعطيت البلوموكس ده طبعا تنفسي، وعطيت ده ان هو يكون وقاية، لان كنت شايف بداية اسهالات كولوفيت. وطبعا اما لقيت الكحة والعطس فاستخدمت موسع شعب اللي هو ده، خلصت دي، جبت نوع تاني كولوفنت اللي هو ده، استخدمتهم لحد ما اعراض اللي هي التنفسية يعني مش هقول ان هي خفت 100%. وجدت حالة جديدة بعدها، الاسهال الاخضر وروشة، دي عينة طبعا من ده زغلول معتمد يعني على نفسه كبير. طبعا انا عزلت كتير، لو وريتك المكان اللي بعزل فيه ما عادش فيه مكان، المكان اللي بعزل فيه ما عادش فيه مكان. وطبعا برمي منهم كل يوم، واستخدمت اقول ايه، عملت تقريبا كل حاجة تتعمل، عملت كل شيء ممكن ان حضرتك تفكر فيه. طهرت المسائي، وفي البداية طبعا هنقول الادوية اللي اعطناها، كوليبريم الاردني، كوليبريم الاردني اللي معلوش ولا كلمة بالعربي، اهو كوليبريم الاردني. طبعا الصيدلي قال لي برضو استخدم كوليفيت معاه، قال ان هو كوليفيت بيعمل زي النشا كده، ان هو بيربط لو في اسهالات. كوليفيت مع كوليبريم استخدمتهم الاثنين. طبعا شايفين حضراتكم الحقن دي كلها، سيفوتاكس ده، سيفوتاكس استخدمته مع الحالات الصعبة، طبعا مش الصعبة قوي زي كده اللي لسه فيها امل. طبعا ده هنقول ايه يعني يعتبر ما عادش في امل، بس سيفوتاكس اهوت
وطبعا بنحقن بسرنجة انسولين. يعني اتبهدلت بهدلة بهدلة يعني. ودي كلها القطرات اللي انا استخدمتها، ده غير القطرات اللي انا اللي اترمت العبوات الفارغة. هنشوف القطرات اهو، كل دي قطرات استخدمتها غير التركيب اللي انا انت حضراتكم عملتها في فيديو التركيبات، كانت جامدة عليا اوي الصراحة المرة دي. يعني هنقول مهما بتعمل رعاية لابد برضو ان من الاصابات. اهي يا جماعة سيفو تاكس، يعني اعذروني ان انا اتأخرت عليكم في الفيديوهات شوية. طبعا هي الحمامة بتموت اهو خلاص، اللي هي الزغلولة دي. طيب كمان انا طهرت الارضيات، جبت شكارة جير اهو، شكارة الجير باخد في طبق زي كده، وبخلي اي مكان اي مكان حمامة احس ان الحمامة عملت فيه، يعني انا مقصرتش في حاجة، اي مكان احس ان فيه بلل نتيجة اي اسهال امشي عليه كده المكان اللي انا اهو اعمله كده على طول كده. اي مكان حمامة اشوف ان حمامة عملت فيه اسهال بقوم رشه بالجير زي كده. يعني الحمد لله مش مقصرين في حاجة، علشان طبعا انا عارف اللي هيقول انت بتأتي ايه وما بتأتيش ايه، وهيبقى فيه خلاف. المية طبعا تعرفين ان انا بنظف المسائي وبحطها في الشمس، بعمل اناء كده تحت المية دي واغسل المسائي. بعد ما اغسل المسائي بطهرها كمان بالبرمنجات دي، برمنجات دي بتطهر يعني للمسائي، وممكن الحمام يشرب منه. عملت كده برضو، يعني عملت كل الاجراءات الوقائية، غسلت المسائي قبل ما احط فيها الدواء وطهرتها وعقمتها بهذا الدواء. بعدين ان شاء الله اقول لكم طريقة حقن سيفوتاكس ده وبيستخدم في ايه وعلشان ايه، لكن دلوقتي الفيديو ده علشان اللي يشوف حاجة يقول بسم الله ما شاء الله. مفيش داعي ان حد يشوف حاجة ويقول ده انا عندي الحمام ما عملتش خدتش منه حاجة السنة دي، ده انت عندك الحمام الزغليل حجمها كبير. يعني اصور ايه؟ يعني اما اجي اصور فيديو اصور ايه؟ مش عارف اصور، يعني اصور من غير ما اوريكم حمامة؟ لازم يكون في الفيديو في حمامة اوريكم الانتاج، ما هو ده هي القناة قناة حمام. انا فكرت ان انا اعملها قناة لسير السمك يعني مش عارف. طب معلش بقى هو الفيديو حزين، نرجع لموضوعنا. مش عارف بقى، لو عجبك الفيديو اعمل لايك او اعمل ديسلايك، او في طبعا في اللي بيشوف الفيديو قبل ما يشوف الفيديو حتى بيعمل ديسلايك، ما يعني مش فارقه مع كان فيديو كويس او مش كويس. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.